صباح النور مجددا مشاهدينا. طلب يدها للزواج من تحت الماء ثم غرق. فقد ذكرت صحيفة إندبندنت أن الأمريكي ستيفن ويبر أحب أن يطلب يد حبيبته كينيشا أنطوان بطريقة استثنائية من فندق استثنائي في رحلة للحبيبين إلى تنزانيا. الفندق واسمه منتجع مانتا كناية عن كابينات تحت الماء تبلغ قيمة كل منها 1700 دولار في الليلة، تقع على عمق 10 أمتار من سطح البحر وعلى بعد 250 كيلومترا من الساحل. وفي ثالث أيام إقامتهما في الكابينة غاص ويبر في البحر ليطلب يد كينيشا عبر زجاج الكابينة، بينما كانت هي واقفة على النافذة تصور عرض الزواج على هاتفها. وحمل ويبر من البحر ورقة كتب عليها: لا يمكنني أن أكتم أنفاسي مدة تكفي لأقول لك إنني أحبك، لكن كل الأشياء التي أحبها فيك أحبها أكثر كل يوم. وفي جزء لاحق في التسجيل يقلب ويبر اللوحة ليظهر طلب الزواج ومعه خاتم، ويسبح مبتعدا ولا يعود. في فيديو طلب الزواج المأساوي الذي نشرته كينيشا على فيسبوك، قالت كينيشا إن ويبر لم يعش ليسمع ردها على طلب الرد، وإنها كانت ستقول له: أجل 100 مليون مرة أتزوجك. حزين أم في جانب إيجابي؟ شوف، أنا بالنسبة لي هو الحب جميل أن يكون مع الشخص الذي تحبه، أكثر من يعني هذه الطرق والتفنن بهذه الطرق للتعبير عنها. أنا بالنسبة لي هو خبر مش كتير سعيد، خبر حزين. يعني أكيد هي كانت تعرف من قبل، إذا كانوا عم بيقضوا وقت مع بعض أكيد هي كانت تعرف أنه هو بحبها، ولكن فقدت هذا الشخص اللي هي بتحبه. بس حلو الواحد يغادر الحياة عايش الحب، أو أتم على الأقل واجب أو رغبة عمر يلي هي رغبة الزواج. يعني حلو أنه ألا وفل، صحيح هو بالنسبة له إذا أنت عم تطلع من منظوره، ولكن كما يقول محمود درويش: الموت لا يؤلم الموتى وإنما يؤلم الأحياء. فهي من تتألم الآن وهي من تشعر بهذا الفراق الصعب. يعني تعرف ذكرني بعض الشيء بأغنية رسالة من تحت الماء للعندليب الأسمر الراحل عبد الحليم حافظ، وطبعا هي كلمات الشاعر نزار قباني: إني أغرق 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 ولو أني أعرف أن الحب عميق جدا ما أبحرت. ضحكة مأساوية، لما لا نذهب في هذا الوقت؟ لا، أنا انبسطت أنه أنت عم تستجمع يعني هذه الأفكار الإيجابية فيما يتعلق بالحب، لأنه أنت دائما شخص إيجابي. تسلم، بتخيل هذه ممكن أحلى شيء ممكن الواحد يعيشه بالحياة. في هذا الوقت مشاهدينا نذهب إلى محصلة طبق الشيف فؤاد لليوم في ولا أشهر.